السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، والذي يأتيكم على الهواء عبر شاشة قناة السعودية. سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تحدث لوكالة بلومبرغ الأمريكية، فعرف وبوضوح وبالخط العريض وبشفافية متناهية معنى السيادة والريادة، ووضع الأطر العامة للسياسة الداخلية والخارجية والأمنية والعسكرية للمملكة العربية السعودية للجميع في تلك الصورة الواضحة والجلية كما كانت. وفي هذا المساء نقف وبشكل مطلق مع تصريحات سمو ولي العهد لوكالة بلومبرغ الأمريكية. ويسرني في استوديو برنامج مع الحدث أن أرحب بالدكتور محمد الفايدي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور. أهلا بكم والمشاهد الكريم كذلك. وأيضا أرحب بالدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا المشاهدين الكرام. الله يحييك دكتور محمد. توقيت هذه التصريحات وهذا اللقاء لسمو ولي العهد أضاف كثيرا لتفاصيل دقيقة ومهمة تحدث عنها سمو ولي العهد. لنتحدث عن هذا التوقيت بداية في الرد على كثير من الأمور الداخلية التي كانت موضع تساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام العالمية. بسم الله والحمد لله. بداية نريد أن نؤكد على هذه الشخصية وهذه القدرات المتميزة المتمثلة في شخصية ولي العهد وقدرته على الظهور في الوقت المناسب. هذه الظروف وهذه التحديات وهذه الأوضاع التي تمر فيها المملكة ومنطقة الخليج العربي والمنطقة العربية، وكذلك التحديات المحيطة والتحديات في العالم، المملكة تعمل بشكل واضح وجلي وصريح في التعامل معها من خلال هذه الشخصية، شخصية ولي العهد، الذي فعلا استطاع أن يقدم تاريخ سياسي واضح ومرجعية سياسية للمملكة، وكذلك دور المملكة والأساسي في التعامل مع الأزمات والتحديات وليس الظروف العادية. فهو عندما يظهر في هذا التاريخ وتحديدا الحديث عن الاجتماع الأمم المتحدة 73 منذ أقل من 10 أيام واجتمعت فيه دول العالم، الحديث عن الرئيس الأمريكي وكذلك دوره وحديثه عن المملكة وما أصبح محط للحديث داخليا وإقليميا وعربيا، الحديث عن أحد الرعاية السعوديين الذي اختفى في حين أنه اختفى رئيس الشرطة الجنائية الدولية ولم يتعرض له الإعلام مثل ما تعرض لهذه المواقف، فظهر في مثل هذه الظروف وأراد أن يضع النقاط على الحروف بشمولية ووضوح ومرونة لم تكن معهودة من قبل. ووضع سمو ولي العهد دكتور عبد الله الأمور في نصابها. لنتحدث عن جزئية جدا مهمة جاءت في حديث سمو ولي العهد، وهي ما نبدأ به في تفصيل في حديثه، بأن المملكة العربية السعودية تعتمد على أبنائها في حماية أراضيها. نشاهد على يميننا وعلى يسارنا دول تدفع لجيوش من دول إقليمية ودولية لتحمي هذه البلاد، إلا المملكة العربية السعودية. يعني سمو ولي العهد يقول من يحمي البلاد هم أبنائها ليسوا الغرباء. هذا صحيح. إذا والسمو ولي العهد أيضا أعادنا إلى تاريخ المملكة العربية السعودية و300 عام. إذن المملكة العربية السعودية ليست بطارئة على السياسة الدولية ولا على المجتمع الدولي ولا على الدول ولا على المحيط ولا على المتغيرات ولا على الأزمات. خلال هذه 300 عام بالتأكيد أنه كانت هناك أزمات مرت بها المملكة العربية السعودية في مرحلها الأولى والثانية والثالثة. من الذي ساعد وحفظ المملكة العربية السعودية؟ هل لجأنا إلى الولايات المتحدة أو غيرها؟ لم نلجأ إلى أحد. الذي حفظها رجالها وأبنائها الذين حموها وحموا مكتسباتها ومقدساتها وحموا أراضيها وحدودها هم أبناء المملكة العربية السعودية. ثم أيضا ولي العهد أرسل أكثر من رسالة بالمناسبة في هذه الكلمة التي تحدث فيها أن المملكة العربية السعودية أقدم من الولايات المتحدة ب30 عاما. المملكة العربية ب30 عاما. نعم ب30 عاما. أيضا المملكة العربية السعودية لن تدفع ريالا واحدا من أجل حمايتها، وهذه أيضا مرة أخرى رسالة إلى الآخرين. هنا ثقة أن المملكة العربية السعودية قادرة
على حماية نفسه. وبالمناسبة يجب ألا يستفزنا حديث الرئيس الأمريكي، فهو أساء بالمناسبة إلى الولايات المتحدة وإلى المؤسسة العسكرية ولم يسيء إلينا، بالعكس هو اليوم جعل هذه الصدمات لا تزيدنا إلا قوة. هذه الصدمات كشفت مرة أخرى الموقف الحقيقي للمملكة العربية السعودية، أنها دولة ذات سيادة ودولة ذات ريادة ودولة قوية، دولة تستطيع أن تقول لا في الوقت المناسب وتقول نعم فيما تريد. بعض الدول مثل ما حضرتك أشرت تحكم من سفارة الولايات المتحدة وليس من الرئيس الأمريكي. إذن قوة المملكة العربية السعودية ومكانتها ومتانتها اليوم مرة أخرى يجليها سمو الأمير محمد بن سلمان إلى العالم. تحضر وكالة بلومبرغ بستة صحفيين من كبار الصحفيين في العالم، يتحدث سمو الأمير، لم يكن هاجسه الدفاع هو عن المملكة العربية السعودية، تحدث بكل هدوء، كان متكئا على تاريخ المملكة العربية السعودية وقيامها وحضارتها، كان يغرف من بحر الحقائق، تحدث من حقائق، لم يكن مدافعا ولا مجاملا. جميع ما تحدث عنه الأمير محمد وخصوصا لن ندفع ريالا واحدا أو لن ندفع دولارا واحدا، هذه اليوم أصبحت متداولة في جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية والإقليمية، وربما هي اليوم الأكثر كلمة أكثر تداولا. جميل دكتور محمد، كثير من رؤساء الدول والحكومات حول العالم عندما يأتي الموضوع على الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيعون أن يردون بشفافية، يجملون المواقف، يحاولون أن يعني يداروا مصالحهم الشخصية ربما في بعض الحكومات على حساب المصالح الوطنية. سمو ولي العهد كان واضحا في الرد عندما قال أن المملكة العربية السعودية لم ولن تدفع مقابل أمنها، ما نأخذه من أسلحة نحن ندفع المال مقابل لذلك. هنا تظهر يعني قوة القيادة، يعني كما تحدث الدكتور عبد الله لدينا تاريخ، بلد عمره 300 عام ونحن أكبر من الولايات المتحدة تاريخيا، نحن بلد نسيجه واحد، الحكام هذه البلاد من نفس يعني الثقافة ونفس جذور الشعب، لسنا لا يوجد لدينا أقليات، ليس لدينا مهاجرين من كل دول العالم، لا تضيع ثقافتنا. احنا نريد ان نؤكد على قضيه اساسيه وجوهريه، انه حديث الرؤساء دائما لشعوبهم ودولهم طبقا لثقافتهم وتلك الثقافه السائده في المجتمع الامريكي او في المجتمع الغربي او في اي دوله اخرى. فالرئيس الامريكي عندما هو يخاطب شعوبه ومجتمعه، وانا على يقين انه كل رئيس سواء في الولايات المتحده او في دوله اخرى جاء من خلفيه اكاديميه، خلفيه اقتصاديه، خلفيه ماليه، خلفيه اكاديميه، خلفيه سينمائيه، وكل رئيس في الغالب هو ينهج نفس الخلفيه التي جاء منها. فكل رئيس، الرئيس الامريكي عندما يتحدث الحالي ترامب عن هذه الاوضاع ويتحدث عن المال والتعامل بالمال، هو طبقا لخلفيته لن يغير خلفيته، وبالتالي هو يخاطب شعبه ومجتمعه، يدقدق مشاعره من خلال ما قدمه من وعود في الانتخابات وما يعمل عليه لتصحيح مسار الإخفاقات داخل المجتمع الأمريكي. إذن هذه نقطة مهمة جدا في التعامل مع القضايا وطرحها. الجانب الآخر إن ولي العهد عندما يتحدث وبوضوح أن لا ندفع مقابل أمننا، لكن مقابل ذلك لا نفرط في أمننا القومي في التعامل مع أي دولة طبقا للمصالح. أمننا القومي مقدم، ونحن ندرك كيف نستطيع المحافظة على هذا الأمن. العقلاء في المجتمع الأمريكي والحكماء يعرفون كيف النمو للولايات المتحدة الأمريكية، بداية عندما ذكر ولي العهد أنه في عام 1944 نشأت هذه الدولة السعودية، وكانت ناشئة بثقة وحكمة وإدارة سياسية واعية تستطيع أن تتخطى الأزمات والمخاطر وتستفيد من الفرص ونقاط القوة وتتفادى نقاط الضعف. فهو يدرك كيف يتعامل مع المواقف وكيف يستفيد من العناصر المتاحة من خلال التعامل مع الإدارة الأمريكية السابقة وكيفية كانت التعامل معها وتعاملها في ضد أجندة المملكة وما يقدم مصالحها، وأن الإدارة الجديدة المملكة تدرك كيف تتعامل مع المواقف ومع الدور السعودي في حل الأزمات والتعامل معها وتخطيها، وكذلك التزاوج في القدرة والنمو بين الدولتين. القوة السعودية هي موازية للقوة الأمريكية وظهرت في وقت واحد. الحكماء في المجتمع الأمريكي والعقلاء يدركون ذلك، أن قوة استمرار الولايات المتحدة بقوتها وتماسكها أمام الدول وبقوتها العظمى هي مرهونة بقوة المملكة العربية السعودية وقوتها الاقتصادية وقوتها الدينية التي تستطيع أن تؤثر في العالم من خلال هذه القوة الولايات المتحدة الأمريكية. تدرك ذلك. طيب دكتور عبد الله،
أيضا حديث سمو ولي العهد أكد أن المملكة العربية السعودية دولة لها سيادة، والسيادة خط أحمر، وتتعامل بالند للند وفق المصالح المشتركة. هذا الرد العقلاني من سمو ولي العهد أيضا يثبت على بعد نظر السياسة السعودية، وأنها لا تتعامل مع الأشخاص، إنما هي تتعامل تعامل دبلوماسي دولة لدولة وليس دولة لشخص. نعم، أنا أعتقد فعلا مثل ما حضرتك تفضلت وذكرت الآن، المملكة العربية السعودية، ولذلك سمو الأمير محمد قال أن اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. نعم. وهذا خطاب عندما سأله أحد الصحفيين الموجودين. نعم. كيف تقارنون ما فعله الرئيس الأمريكي بما فعلته دولة مثلا كندا؟ كان حقيقي الجواب حكيم جدا ومتزن ورائع وبليغ. قال أنه كندا كانت تصدر لنا أوامر ونحن نرفض أن تصدر. نعم. لكنها لو خطبتنا خطاب دولة لدولة لربما تقبلنا منها. نعم. ثم أضاف سمو الأمير أنه الرئيس الأمريكي كان فعلا يخاطب ناخبيه ويخاطبهم بالطريقة التي يفهمونها، وربما ترى حديث ترامب حديثا شعبويا، حديث. نعم. للعوام وليس. نعم. للنخب السياسية. نعم. وليس للنخب الاقتصادية. النخب السياسية والاقتصادية هي تدرك جيدا قيمة المملكة العربية السعودية، وأن المملكة العربية السعودية هي أحد أيقونات الاقتصاد. نعم. في العالم اليوم. نعم. هي أحد 20 الكبار صناع. نعم. أو رسام السياسة الاقتصادية في. نعم. العالم، ولذلك هم يعولون على المملكة في هذا الجانب. أيضا هم يدركون جيدا دور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وهي في حماية أيضا الولايات المتحدة. إذا من يحمي من؟ المملكة العربية السعودية حمت اليمن، لم تحمي اليمن فقط بل حمت العالم. مضيق باب المندب لو وقع اليوم في يد الحوثيين المدعومين إيرانيا اليوم تخنق إيران. ولا أنسى دكتور، يعني في حديث لرئيسة وزراء بريطانيا أن المملكة العربية السعودية كان لها الفضل الكبير في إنقاذ بريطانيا على سبيل المثال من هجمات إرهابية في قبل أعوام. فالمملكة العربية السعودية لا تحمي فقط أمنها، ولكنها تساهم في حماية أمن الأشقاء والأصدقاء. رؤساء رئيس وزراء بريطانيا، نعم، ذكره. نعم. روسيا ذكرت مواقف المماثلة للمملكة العربية السعودية. نعم. وأنا سأتحدث، المملكة العربية السعودية مرت معلومات للولايات المتحدة أن هناك طائرة في مطار صنعاء. نعم. يحمل عليها متفجرات وقنابل في طريقها للولايات المتحدة لاستخدامها هناك ضد الولايات المتحدة. إذا من يقدم الحماية للولايات. نعم. المتحدة؟ نعم. الولايات المتحدة قدم، هي من ليس عيبا أن. نعم. نكون نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة، وهي بحاجة إلينا. هذه سمة من سمات العلاقات الدولية بين الدول، وهي أمر مقبول اليوم. الحاجة. نعم. إلى الدول أمر مقبول جدا، وهي طبيعي جدا. العلاقات بين الدول هي مصالح مشتركة. دكتور محمد، سمو ولي العهد من خلال حديثه أكد سعي سموه لأن تكون المملكة العربية السعودية كما كانت وكما هي الآن، الدولة الأقوى سياسيا عسكريا اقتصاديا، الدولة صاحبة المبادرات، صاحبة القرار في كل هذه الأمور في على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. ويدرك أن المملكة تملك مقومات القوة، وهذه المقومات هي واضحة ليس للقيادة الأمريكية فحسب، ولكن لصناع القرار في المجتمع الأمريكي. هي واضحة أنه المجتمع الدولي بشكل عام طبيعي. طبيعي، لكن احنا نتحدث هنا عن أن الولايات المتحدة بهيمنتها وهذه اللقاء في مخاطبتها دول العالم، وكما سمعنا في اجتماع 73 الأمم المتحدة كيف كانت تخاطب العالم، فتدرك تماما أن هذه الدولة هي تملك مقومات القوة، وأنها تستطيع من هذه المقومات، ليست هي القوة الدينية فحسب بل القوة الاقتصادية والمالية ولا القوة كذلك المجتمعية ولا القوة المعلوماتية ولا القوة كذلك العسكرية. وتدركون أن المجتمع السعودي كله جيش مع قيادته. نعم. يدركون تماما هم هذه القوة، هذا التماسك، ليس هذا الفهم لهذه القوة ومركزية المملكة العربية السعودية وتأثيرها في القرار العربي والإسلامي والدولي. هذا المؤثر هو يعملون على هذا المؤثر الذي من خلاله استطاعت المملكة أن تفرض رايها وصوتها وبقوة وليس بضعف في كل الأزمات وفي كل المواقف، وتدير الأزمات بوعي وما يقدم مصالحها وكذلك أمنها القومي وأمنها الوطني من خلال. نعم. هذه الإجراءات التي تتخذها سواء في اليمن ولا. سواء على حدوده وسواء في الاتفاقيات أو في الأزمات في العراق وفي سوريا، وفي التعامل مع هذا التعسف والتصلف والتخطي الإيراني للتهديد العربي وتهديد الأمن القومي العربي. نعم. الذي المملكة تدرك أن هذا الأمن القومي العربي هو مسؤولية من مسؤولياتها، ليست المسؤولية الداخلية ولا
ولكن المسؤولية الإقليمية والإسلامية، وأن الأمن القومي الإسلامي كذلك هو جزء من مهامها، وأنها من خلال هذه القوة تستطيع أن تؤثر في المنظمات الدولية، لا أقول الهيئة المتحدة حسب، ولا أقول جامعة الدول العربية، ولا دول مجلس التعاون الخليجي الذي هو يعتبر لبنة أساسية في حفظ الأمن الطاقة في منطقة الخليج العربي. إذن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي ودول العالم الأخرى تدرك أن المملكة هي محور للقوة ومحور لاتخاذ القرار، وهي قبلة سياسية كما هي قبلة إسلامية، وبالتالي لا تستطيع أن تتعامل معها إلا في ضوء هذه القوة. ومن استطاع حقيقة أن يعمل على إبراز هذه المواقف وهذه القوة من خلال مثل هذه اللقاءات وإيضاحها للرأي العام العالمي الذي يفتقد حقيقة لإيضاح صورة واضحة وصحيحة وحقيقية عن إمكانات المملكة وقدراتها. طيب دكتور عبد الله، المحور الرئيسي لسمو ولي العهد في كل في هذا الحوار وفي غيره من الحوارات هو السعودية أولا، بعيدا عن بحثه ككثير من الحكام، كثير من قادة الدول الذين يبحثون عن الخطابات الشعبوية، الخطابات الجماهيرية، سمو ولي العهد يفعل قبل أن يقول، همه الأول يعني تحقيق مصالح هذه الدولة، هذا الشعب. هناك عقود لا يمكن أن تتم في أي دولة مع دول العالم إلا أن يكون جزء منها تصنيع السعودية لتوفير الوظائف لأبناء المملكة، السعي لتقليص البطالة، كل هذه الأمور يعني مؤشرات كبيرة وواضحة في شخصية سمو ولي العهد. لعلي ذكرت في البداية أن سمو ولي العهد لما تحدث لم يكن هاجسه دفاعيا وإعلاميا، هو يتكي ويغرف من حقائق، تحدث في عدد كبير من الملفات، ملفات كثيرة متشابكة متعددة مدعمة بالإحصائيات والأرقام، كلها تحدث عنها بشفافية، أجملها في رؤية المملكة العربية السعودية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحدث عن البطالة وأنها جزء منها، خصوصا بطالة الشباب في النسبة المقبولة عالمية من 6-7%، بطالة السيدات لاعتبارات اجتماعية ستخفض من عام 2019، تحدث عن أرقام الميزانية، تحدث عن مدخلات الصناعة في السلاح في الصناعات العسكرية المستقبلية. ما أقصده دكتور أن سمو ولي العهد تحدث بعد الإنجاز، يعني ينجز على الأرض ثم يتحدث. نعم، هو يتحدث بأشياء واقعية. هو تحدث عن مدينة نيوم بالأمس كانت حلم على الورق، واليوم خادم الحرمين الشريفين يقضي فيها إجازته، هي أصبحت حلم أيضا للسعوديين وللآخرين خارج المملكة العربية السعودية بزيارتها. إذن هذا الحلم اليوم من الأيام كان على واقع، هو جزء من سياسة سمو الأمير محمد وسياسة المملكة في رؤية 2030 اللي رأيناها اليوم واقع، سواء في التوظيف مبلغ تريليون ومئة مليون اللي وصلت له الميزانية. هذا بماذا وصل إليه؟ بيوصل عفوا يا محمد، وصل بترشيد الإنفاقات والمصروفات الدولة والقضاء على الفساد، كل هذه الأشياء التي يعني بسلاسة كبيرة جدا استطعنا أن نصل إلى هذا الرقم. جميل، سأذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم أستكمل معكم الحديث في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث عن حديث سمو ولي العهد لوكالة بلومبيرغ الأمريكية. أهلا بكم من جديد مع الحدث، معكم على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة السعودية. ومحور حديثنا هذه الليلة الحوار الذي أجرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية مع سمو ولي العهد. يجدد الترحيب بالدكتور محمد الفايدي الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك دكتور. وبالدكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام، أهلا بك دكتور. ننتقل إلى الجانب الاقتصادي في حديث سمو ولي العهد. تحدث أن خلال رؤية المملكة 2030، وهذا ما حدث الآن قبل 2030، بدأنا نقطف ثمار التحول الوطني قبل حتى 2020، أن المملكة العربية السعودية لن تعتمد على المنتجات النفطية. من كانوا يتحدثون على أن السعودية بدون النفط لن تعمل شيء، السعودية ليست شيء بدون النفط وإلى آخره، كل هذه الأشياء التي تحدث على أرض الواقع، يعني المملكة لم تلتفت أصلا لتلك الأقاويل، لكنها تعمل بالفعل على الضمان المالي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية. تفضل دكتور محمد. العالم يدرك أن هناك نوعين من القيادة،
قيادة تتابعية تأتي وتكملية تكمل ما هو موجود سابقا وتشير عليه، وقيادة تجديدية تستطيع أن تأتي بالجديد وتغير وتنشط وتحرك الراكد. هذه القيادة التي تمثلت في شخصية ولي العهد هو عندما أتى ورأى أن هناك تحظر ليس داخلي وإقليمي ولكنه تحظر عالمي، أي تغير مجتمعي في السلوك وفي الاقتصاد وفي الإنتاج وفي آلية الإدارة ومعطياتها وأساليبها، فهو كان محق عندما أراد أن يخوض هذا البحر وأراد أن يغير وأن يجدد وأن يستطيع أن يضع قواعد وأساليب ومنهجيات جديدة غير التقليدية لتغيير المفهوم الاقتصادي بصفة عامة، وليس الأدوات والوسائل وليس مكونات المنتج سواء نفطي ولا مالي أو اقتصادي أو زراعي أو غيره. فهو أراد أن يقول أنني من خلال هذه الإمكانات السعودية وكوادرنا التي استطعنا أن نبنيها خلال الأعوام الماضية أن نأتي بأسلوب جديد لإدارة الاقتصاد وأن نغير في هذا المفهوم، ليس الاعتماد على النفط كمورد أساس للدخل القومي الوطني، ولكن لدينا موارد أخرى لم تفعل نستطيع أن نفعلها وتأتي بموارد مواجهة للنفط، واستهدف زمن أنه خلال 2020 قد تصل إلى حوالي 50%. إذن هذا الاستغناء عن 50% من النفط والتقدير التغيرات في الطاقة، ولعل في الحديث كان هناك حديث عن الطاقة الصفراء، عندنا زيادة من خلال الواردات غير النفطية ب 300%، هذا رقم كبير جدا. إذن استطعنا أن نعمل يعني هذه التحولات. ظهر في الصناعات العسكرية وفي مؤتمر رسمي هنا كان في معرض مركز الرياضة الدولي، تحدث من خلال مجموعة كبيرة جدا من المستثمرين السعوديين وقالوا أن الإسهام في الصناعات العسكرية لا يصل إلى 3%. ومن هذا الانطلاق ومن هذه القراءة لهذا الرقم ظهرت مباشرة بفترة وجيزة بعده تأسيس الشركة السعودية الوطنية للصناعات العسكرية. إذن نحن أمام فهم لكيفية التعامل مع معطيات الاقتصاد وما هي مرافق الحديث عن أمالة ونيوم كما تفضل الدكتور عبد الله العساف. هذه المعطيات التي تتحدث عن البعد الجيوسياسي الاقتصادي، أي لدينا منافذ اقتصادية كبيرة جدا من خلال موقعنا الجغرافي وبعدنا الجيوسياسي نستطيع أن نفعلها. الحديث عن أرامكو ومصفات سناتي على الحديث قوادر الآن الجانب الاقتصادي، إنشاء مصفاة في قوادر الباكستاني الآن مقابل مضيق باب الهرمز مضيق هرمز. إذن نحن أمام فهم لمعطيات الاقتصاد وكيفية الاستفادة من الفرص الاقتصادية من خلال وعي قيادي جديد يستطيع أن يأتي بالمنافع. طيب دكتور عبد الله سمو ولي العهد أيضا تحدث نصا أن أي أمر يخدم الشعب السعودي والسعودية كدولة سأفعله بكل قوة. لدي نقطتين هنا، هو قدم الشعب قبل كل شيء، ثم أن هناك نهج التطبيق والتصحيح، يعني التغيير اللي تحدث عنه الدكتور محمد سمو ولي العهد عندما وضع السياسات العامة هذه للاقتصاد السعودي أنه لا عيب لدينا أن نجدد أن نصحح نؤجل التطبيق نتعامل بشفافية مع الأرقام مع الواقع. هذا التجديد في هذه اللغة مع المواطنين مع الشعب والحرص على يعني مصلحة الشعب قبل الدولة. أنا أعتقد أنه اليوم خدمة الشعب هي دائما ما ترد أولا في الخطاب السياسي السعودي. ربما قبل أقل من أسبوعين رأينا خادم الحرمين الشريفين في المدينة المنورة، ورأينا هناك خطابا موجها لأهل المدينة المنورة والمجتمع السعودي، تحدث فيه عن سعيه لخدماتهم، سعيهم لأن أبواب الملك وولي العهد مفتوحة وجميع وسائل التواصل والاتصال، أنه هناك عدد من المشروعات التي تم تدشينها كلها سائل لخدمة ورفاهية المواطن. هذا أولا. مرة أخرى كثير من القرارات التي اتخذت وتبين أنها ربما تكون غير صائبة أو أن هناك ما هو أفضل منها وتم التراجع عنها، وهذا ليس عيب، هذه مرونة بالمناسبة، مرونة في القيادة، مرونة في التخطيط، مرونة في التنفيذ. عندما يجد الإنسان أن هذا المخطط ليس وقته أو هناك ما يوجد أفضل منه، لا شك أنه أعدل عن هذا وأتحول إلى الجانب الآخر. هذا جانب مرن، هذا نوع من أنواع القوة. الإصرار على الخطأ نوع من أنواع الفشل. نحن حكومتنا تبحث عن وين الأفضل، اتخذت هذا القرار في ظل ظروف معينة، ولكن بعد ما تقدم الوقت وجدنا ما هو أفضل، هي تتحول إلى أفضل. ولا تخجل أن تقول فعلا أنا تحولت الآن إلى الأفضل. بيع أرامكو كان من الأشياء اللي ربما الأشياء الكبيرة جدا،
هذه من مرونة الخطة ومرونة الرؤية إنها اليوم تعدل عن هذا إلى موضوع آخر، تؤجل هذا الموضوع، تستحدث أشياء جديدة ربما طارئة تخدم الرؤية أو تخدم المنطقة أو تخدم المملكة في هذه الفترة. إذن هذا المرونة أمر ترى ليس بالسهل. البعض ربما يصر على الخطأ معانا في المكابرة، لكن الخطأ قاتل. ليس لدينا هذا الإصرار، نبحث عن الأفضل، إذا وجد الأفضل فنحن نتبع هذا الأفضل أينما كان. نعم، والتحديث والتطوير دائما مستمر. يعني نحن في المملكة العربية السعودية ومنذ سنوات يعني هناك تطوير، هناك تحديث حتى في أمور ثقافية متجذرة في المجتمع، لكن لله الحمد هذا المجتمع ما زال متمسك، وحرص القيادة الرشيدة أن يتمسك هذا المجتمع بالإطار العام، وهي تعليم الدين الإسلامي السمحة والوسطية، ولكن يواكب العصر. دكتور محمد، خطة المملكة لطرح شركة أرامكو للاكتتاب العام، وكما تحدث سمو ولي العهد لا تزال كما خطط لها وسينفذ هذا الاكتتاب، ولكن من يختار التوقيت هي الحكومة السعودية فقط، وهذه رسالة أيضا. صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق ضخم ومول بتمويل كبير، وهو جزء من نصيب الأروات والإمكانات المالية للمملكة، والمملكة تسعى لأن تستفيد من الإمكانات التي متاحة لها، وأن تعمل فعلا على تعزيز ثروات أخرى غير النفط، بحسب أن الاعتماد على النفط الآن أصبح جزء من 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 الآلية الاقتصادية أو آلية الطاقة القديمة، وأن هناك آليات جديدة للطاقة. المملكة تعمل في هذا الاتجاه وعلى هذا الخط، وتعمل بوعي وإدراك لما تتخذه من قرارات، ليست هي قرارات ارتجالية، بل هي قرارات محسوبة مدروسة اقتصاديا وماليا وطبقا لقواعد الطاقة وتطورها في العالم. الحديث عن طاقة الشمس، الحديث عن طاقة الرياح، الحديث عن طاقة كثير من الجوانب الأخرى التي هي المملكة، طاقة الرياح، الطاقة من خلال البحار وغيرها، التي تستطيع المملكة أن تستثمر مثل هذه الأموال فيها. متغير الوقت هو متغير أساس في اتخاذ أي قرار. المملكة تدرك متى تقدم على خطوة تستطيع من خلالها أن تعظم الفائدة الاقتصادية من وراء هذه الخطوة، وهي لا تتخذ خطوات مرتجلة، بل هي تتخذ خطوات مدروسة طبقا لبحث وتقصي ومراجعة، وكذلك انعكاسات وسلبيات وإيجابيات، هي تقارن هذه المقارنات، وعلى ضوءها عندما ترى أن هناك فائدة وجانب يحقق ربح ومكاسب للمملكة، ستقدم على خطوة تخصيص جزء من أرامكو 5%، وهي تتدرج زمنيا انطلاقا بالبدائل التي تحل مثل لتقطيع مثل هذا المورد وهذه الجزئية من المورد، ولن تتخذ هذه الخطوة إلا بوعي اقتصادي ومالي وارتباط بالطاقة والتطورات وما أنجز من بدائل أخرى تحل مثل هذه النسبة فيما يتعلق بأرامكو. أرامكو توسعت الآن وأعادت ترميم كثير من المصافي في مختلف دول العالم، في آسيا وفي أمريكا وفي أوروبا وحتى في أفريقيا، بدأت تتوسع الآن وتدرك كيفية الاستثمار في النفط من خلال أدوات وأساليب جديدة وصناعات بتروكيماويات وغيرها، يمكن تعظيم الفوائد من خلالها. جميل. طيب دكتور عبد الله، أيضا نبقى في الجانب النفطي في الجزئية من حديث سمو ولي العهد لبلومبيرغ، عندما سئل هل قامت الولايات المتحدة بطلب معين بخصوص النفط، وتحدث أنها تقدمت بطلب للمملكة ولجميع دول أوبك، تستفسر عن موضوع في حال أن إيران خفض صادراتها، فيعني من سيغطي؟ المملكة العربية السعودية. وبكل وضوح أثبت ولي العهد مجددا أن المملكة هي أقوى دولة منتجة ومصدرة للنفط، لا يهم إيران، يقف تصديرها ينخفض، المملكة العربية السعودية حاضرة. أيضا تحدث سمو ولي العهد أن من يحدد وبكل شفافية هو العرض والطلب. أنا هنا سأتحدث قليلا عن السياسة النفطية للمملكة العربية السعودية. فالسياسة النفطية للمملكة العربية السعودية تعمل بمبدأين، المصلحة والقيم أو المبادئ. ربما هذه غريبة على مجال وميدان الأعمال، لكنها تراعي مصلحة المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
اليوم المملكة العربية السعودية لا شك أنها أكبر منتج داخل أوبك. تعرضت المنطقة لأزمات كثيرة، سواء أزمة الكويت أو أزمة العراق أو غيرها، كانت المملكة العربية السعودية هي من سد هذا النقص. لماذا تسد هذا النقص؟ من مصلحة المملكة ألا تسد هذا العجز في السوق البترولية، وأن تعتمد على آليات السوق العرض والطلب. إذا سيكون هناك انخفاض 750 ألف برميل يوميا، إذا سيرتفع العائد. إذا المملكة العربية السعودية بالمناسبة سياستها النفطية، وهي أنا مثل ما تحدثت في البداية أحد العشرين الكبار رسام الصناعة الاقتصادية في المملكة في العالم، هي تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، تراعي مصالح بالمناسبة الدول الفقيرة التي سينعكس عليها هذا سلبا، تراعي مصالح النمو الاقتصادي أو ألا يتباطأ في العالم. عندما تتضاعف أسعار النفط ربما ستتضاعف على أسعار السلع الذي كان اليوم ب100 دولار سيقفز إلى 400 دولار. إذن هذا الجانب لم يغيب عن السياسة التسعيرية للمملكة العربية السعودية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنا أستغرب أنه الرئيس الأمريكي ترامب، وهو الذي أتى من بيئة الأعمال مثل ما تفضل الدكتور محمد، وهو يتحدث عن دور المملكة في تسعير النفط، وهو ابن السوق كما يقال. لو عاد فقط إلى الشركات النفط الأمريكية لربما أعطوه تصور عام عن المملكة العربية السعودية وسياسة النفطية. يعني ولي العهد أعطاه درسا يعني، ووضح له بعض المعلومات في هذا الجانب عندما تحدث أن الأغلب بسبب أمور تحدث في كندا والمكسيك والليبيا وفنزويلا وغيرها من الدول، فلعل يعني من سأل يستوعب الجواب، ووصلت الرسالة. دكتور محمد، نذهب إلى ملف آخر سياسي وعسكري، ويعني للأسف الحقيقة الأمم المتحدة ليس لها دورا مشرفا فيه الحقيقة، لكن ليس هذا محور الحديث. السمو ولي العهد تحدث عن موضوع اليمن. المملكة تسعى للحل السياسي في اليمن، تدعم الحل السياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية والحوار اليمني، لكن لن ترضى، وكلمة يعني لن ترضى، بحزب الله آخر على حدودها. يعني أن تمسك العصا من النصف، تدعم الحل السياسي، ولكن الرسالة واضحة وحازمة لكل الدول أن المملكة العربية السعودية لن تقبل بمثل هذا الحزب الإرهابي على حدودها. الكلمة واضحة كانت وحاسمة في عملية الأمن القومي، وليس الأمن القومي السعودي، ولكن الأمن القومي الخليجي. في هذه العبارة وفي هذا الإيجاز بهذه العبارة دلالة واضحة على أن هناك لا هناك تهاون على الإطلاق في هذا الجانب، ولكن ما يتعلق بالمبادرات فهناك المبادرة الخليجية للتصالح اليمني، وكانت مبادرة تحقق لكل الأطياف اليمنية مطالبها واستحقاقاتها السياسية، ولكن من تسلق هذا الحزب الحوثي الذي تدعمه إيران بهذه القوة، ومع كل أسف كما تفضلت أن الأمم المتحدة هي متغير أساسي في عملية تعويم هذه القضية اليمنية لتهديد الأمن الخليجي والتأثير على الملاحة في البحر الأحمر وفي المحيط الهندي وفي الخليج العربي. إذن نحن أمام منظومة حقيقة تحاول هذه المنظومة أن تهز هذا الأمن المستقر الذي قد لا يوجد مثله في العالم في منطقة الخليج العربي، ودور المملكة في المحافظة عليه وريادته بهذه القوة وبهذه الجسارة في التعامل مع المواقف، حتى أنها استطاعت أن تدخل في اليمن بهذه الحرب التي هي مجموعة تكتل عربي لمواجهة الإسلامي لمواجهة هذا الخطر الذي هو هذا الحزب الذي يراد له أن ينشأ على حدود المملكة الجنوبية وفي شمال اليمن، حزب مماثل لحزب الله، حزب حوثي. إذن هذه الإجراءات عندما تتخذها المملكة هي تتخذها بوعي، وتدرك أن هناك صراع دولي في هذه المنطقة، وأن هناك تكدس كبير لتجار السلاح في أفريقيا وفي جزر المحيط الهندي، وأن هذه التجارة الدولية تستهدف بها هذه المنطقة ويراد إغراقها ويراد زعزعة أمنها، وبالتالي هي تعمل بكل قوة لمواجهة هذا الخطر الذي لا يمكن مواجهته إلا بهذه السياسات. طيب دكتور عبد الله، نبقى في نفس الموضوع. الآن الموقف السعودي أصبح أيضا أكثر جلاً كما هو في السابق في موضوع اليمن. سنحل الموضوع سياسيا، لكن لن نقبل بوجود جماعة إرهابية لو كلفنا ذلك، يعني الاستمرار في هذه العمليات العسكرية ضمن التحالف العربي وتحالف يعني وفق الأنظمة الدولية. هذا الموقف الثابت برأيك سوف يكون انعكاس هذا التصريح أيضا على القضية اليمنية؟
هذا أنا أعتقد أنه رسالة واضحة للأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي ميعت القضية اليمنية بشكل كبير، سواء عن طريق مندوبيها، سواء عن طريق وقوفها إلى جانب الجلاد ضد الضحية، إلى جانب تدخلاتها الغير حقيقة موفقة في عدد من القضايا ومنها ميناء الحديدة. وبالمناسبة حزب الله اليمني لو نشأ هذا ليس ضرره على المملكة ولا على الخليج العربي، هذا ضرره عالمي بالمناسبة. إذن المملكة تقدم خدمة جليلة للعالم حماية المنطقة. هذا المضيق، مضيق باب المندب، تصور محمد لو وضعت إيران يدها عليه مع مضيق باب هرمز لن تحتاج إلى سلاح نووي. 60% من الطاقة العالمية تمر من هذين المضيقين، 60% أو أقل من التجارة العالمية أيضا تمر من هنا. إذا ستخنق التجارة العالمية وستركع العالم أمام قدميها. إذا هذه دولة شريرة، دولة شر، لديها طموح لم تقدم على اليمن من فراغ، لديها مشروع تدميري ليس للمنطقة بل للعالم. إذا اليوم المملكة العربية السعودية هي تقدم اليوم خدمة جليلة للعالم بحماية اليمن. لو سمحت لمحمد، أمام سمع وبصر العالم، لو لم تتدخل المملكة اليوم في مع التحالف العربي لرأينا اليوم تجربة سوريا في اليمن. هل رأينا 7 ملايين لاجئ يمني في أنحاء العالم؟ لا يوجد. المملكة العربية السعودية حمت اليمن، وبالمناسبة يجب أن ننظر بعينين متوازيتين للتوأم، عاصفة الحزم وعادة الأمل، الفارق بينهم 27 يوم. نعم. نذهب إلى موضوع آخر وهو حديث سمو ولي العهد أيضا في مضمون أو في سياق السيادة، سيادة المملكة العربية السعودية. عفوا، سئل سمو الأمير عن الفرق بين التعامل مع الولايات المتحدة تصريحات ترامب وبين التعامل مع ألمانيا وكندا، وهما دولتان كما في السؤال أنهما دولتان صديقتان. هذا إجابة سمو ولي العهد فيها التمييز في الإمساك بخيوط السياسة والدبلوماسية والتعامل مع الدول. يجب أن نفرق بين تصريح طائش من رئيس لدولة صديقة، وسمو ولي العهد يتحدث أن هذه العلاقات هي كبيرة ولا نتعامل طبعا كما أسلفت مع شخص إنما نتعامل مع كيان. هذه الإجابة لسمو ولي العهد عندما قال أن الأمر مختلف تماما، وهو فعلا كما قال الأمر مختلف تماما، بأنه حجم الدولة ومصالحها مع المملكة وعلاقاتها الدبلوماسية، عوامل المملكة تعمل لوفقها وتعمل بوعي وتتعامل مع هذه القضايا بحجم التعامل مع الدولة وتبادل المصالح معها. إذن نحن أمام فهم لآلية ومنهجيات وأسلوب التعامل الدبلوماسي في العلاقات الدولية، وأنهم عندما يتحدث بهذا الأسلوب ويتحدث بدور المملكة وثقلها وتعاملاتها وكذلك المرجعيات الاقتصادية والسياسية للمملكة في التعامل مع الدول، وأن هناك علاقات استراتيجية مع بعض الدول، وأن المملكة لا تتهاون ولا تفرط في مثل هذه العلاقات، وأنها تستطيع أن تحول مسار العلاقات من مسار إلى آخر كما شاهدنا في ألمانيا كيف كان مواقفها وكيف عدلت مواقفها. وكندا كذلك تلك الردة القوية والصفعة التي لم تكن تتوقعها من المملكة. ولو كانت أنا على يقين والمشاهد الكريم تتوقع أن مثل هذا الرد يحدث من المملكة لن تقدم على مثل هذه الخطوة، وبالتالي من خلال مفهوم السيادة لن أحد يتجرع على المملكة. وسوف نتحدث بشكل فيض حول هذا الموضوع، لكن نذهب إلى فاصل آخر مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم. من جديد أهلا بكم إلى برنامج مع الحدث عبر شاشة قناة السعودية، وفيه نلقي الضوء وبشكل مفصل على حديث سمو ولي العهد لوكالة بلومبيرغ الأمريكية. أجدد ترحيب مرة أخرى بدكتور محمد والدكتور عبد الله. دكتور عبد الله، قبل الفاصل أيضا كنا نتحدث عن موضوع العلاقة مع كندا مع ألمانيا والفرق عندما أجاب سمو ولي العهد في التعامل مع هاتين القضيتين. اختصارا سمو ولي العهد يقول لا تملي أوامرا على السعودية. نعم، وأنا الآن مرة أخرى أريد أن أبين نقطة مهمة جدا. البعض يقول لماذا هنا فرق في التعامل؟ ترامب كان يتحدث إلى ناخبيه، هؤلاء الناخبين الذين سيوصلونه إلى أيضا السباق أو السباقات النصفية الجديدة، هو يتحدث إليهم عما يفعله وعن برنامجه وعن طموحه وعن آماله. كندا
تدخلت في الشأن السعودي وفرضت أوامرها وبدأت تملي ما الذي يجب على السعودية أن تفعله وما الذي يجب أن لا تفعله. أيضا ألمانيا كان لها نفس الشيء ونفس الاتجاه. المملكة العربية السعودية في أمنها وفي سيادتها لا تفرق بين صغير وكبير. لا ننسى أنه سفير أمريكا في عهد الملك فهد تدخل في سيادة المملكة العربية السعودية وأمه 24 ساعة لمغادرة المملكة العربية السعودية. سيادتنا مثل ما تفضل سمو الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه هي خط أحمر لا فرق بين صغير وكبير. من يعتدي على سيادة وأمن المملكة العربية السعودية سيأتيها الرد الحازم والفوري. لن تتردد المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أملها وعن سيادتها ولن تتراخى ولن تفرق بين الدول، هذا كبير وهذا صغير. لكن معيار الحديث هناك يتحدث بين ناخبين يتوقع أن يزفوه إلى المرحلة التالية من الانتخابات، وهنا يفرضون أوامر وبطريقة غير دبلوماسية وغير معهودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولو أنهم أتوا للبيوت من أبوابها لربما كانت هناك قبول ومفاوضات وأحاديث وأخذ ورد. دكتور محمد، أيضا كان هناك شفافية عندما دعا سمو ولي العهد الصحفيين إلى زيارة المدعي العام للاطلاع على كل التفاصيل. يعني نحن في المملكة العربية السعودية وسمو ولي العهد لا يؤمن بالرؤية الضبابية، اللون الرمادي ليس موجودا في سياسة المملكة العربية السعودية. نظام عدالة جنائية واضح ومحدد، نعم، له أدواته وله وسائله وله قنواته، وبالتالي النظام القضائي ونظام كذلك النيابة العامة ونظام المحاماة أنظمة مؤسس لها ضمن نظام عدالة جنائية مستقر ليس مضطرب. هذا النظام العدالة المستقر يدعو بكل أريحية له ولي العهد، ويريد أن يأتي الصحفيون وغيرهم ليشاهدوا كيف نظام العدالة الجنائية في المملكة يسير وفقا لقواعد وأسس وقوانين ونظم وشريعة تكفل الحقوق وكذلك تضمنها وتوفر الضرورات الخمس لكل من يعيش على أرضها مواطن أو مقيم وسواسية لا فرق بينهم، وهناك نظام عدالة يتخذ أسس وقواعد في عمليات الضبط وعمليات المرافعة والمحاماة وتقديم الأدلة وفحص الأدلة واختبارها. إذن نحن أمام منظومة واضحة ليست يعني هناك فيها ضبابية وهناك فيها شيء يزعج أو يقلق. وبالتالي أنا أعتقد أنه على يقين الأبواب لكل مراحل بما فيها المؤسسات العقابية أنه الأبواب مفتوحة لمشاهدة كيف المملكة تتعامل في إطار نظام عدالتها الجنائية طبقا للمؤسسات، سواء أجهزة أمنية تضبط أو أجهزة تحقق في نظام نيابة أو في قضاء حكم وكذلك في مؤسسات عقابية، وكيف تتكامل هذه المؤسسات فيما بينها لتقديم عدالة واقعي يكفل كافة الحقوق للمتهم. إذن هذه القواعد عندما تأتي أو يأتي مجموعة من الصحفيون من 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 هذه الوكالة ومن وكالات أخرى هم يجدون أسس وقواعد لهذه الدولة تنطلق منها بثبات وبوضوح وبمرجعيات ليست مرجعيات وليدة اليوم، إنما ضاربة في أطناب التاريخ تتدرج مع نمو هذه الدولة وتطورها ووصولها إلى هذه المرحلة المتحضرة في التعامل، ولعل التغييرات الأخيرة في استحداث النيابة العامة وتحييد هيئة التحقيق والادعاء العام وهذا الفصل في السلطات هو الجزء في هذا التغيير الذي يقوده ولي العهد. نعم، سمو ولي العهد أيضا سئل الدكتور عبد الله عن من تم اعتقالهم. طبعا هناك حديث ومن يحاولون أن يركبون موجة حقوق الإنسان وما إلى ذلك. المملكة العربية السعودية فتحت أبوابها للإعلاميين، لكن الدبلوماسيين يجب أن يلتزموا بخط معين، لا يتدخلون في السياسة للدولة التي هم يمثلون دولهم فيها. دعا أيضا سمو ولي العهد بكل شفافية عندما سئل عن هؤلاء الذين تم اعتقالهم بالاطلاع على الأدلة لدى المدعي العام على هؤلاء. دول أخرى لا تتعامل بهذا المنطق، ربما حتى لا يمكن إظهار هذه الأدلة حتى لوسائل الإعلام. هنا أعتقد أنها هي الثقة في الإجراءات والثقة في سلامة ما اتخذ من خطوات تجاه هؤلاء الجناة.
أيضا مرة أخرى سمو الأمير محمد ذكر نقطة مهمة جدا في غاية الأهمية في هذا الخصوص، قال أن هؤلاء ليس كما يصفهم الرأي العام، هؤلاء ليسوا سجناء رأي، لم يستن أحد على رأيه في المملكة العربية السعودية، هؤلاء جناه ضد أمن المملكة العربية السعودية، هؤلاء تلقوا تدريبات إما في سفارات لنكون أكثر وضوحا، إما في سفارات، ربما السفارة الكندية كانت بأحد الأوكار ربما التي كانت أوكارا بهيئة سفارة دبلوماسية، وبدولة قطر ربما التي فتحت أبوابها أيضا بالدعم اللوجستي وبالتدريب. على ماذا يتدربون؟ يتدربون على إثارة الشغب وعلى الطائفية وعلى الانقلاب على ثوابت ومسلمات مجتمعاتهم. بالمناسبة قطر لم تحتوي فقط من أبناء المملكة العربية السعودية، بل من أبناء مصر ومن أبناء الكويت ومن أبناء جميع الدول العربية. أيضا هذه السفارة أنا أعتقد أنها في جميع الدول اللي تعمل فيها لديها أجندة معينة تريد تطبيقها ونشرها في المجتمع العربي. لا تلعب الدور الدبلوماسي، نعم. تلعب الدور الإجرامي بشكل بلا شك بزي دبلوماسي. نعم. طيب نتحدث أيضا عن سمو ولي العهد، سئل أيضا عن موضوع مواضيع داخلية كثيرة، لكن ما يهمنا في هذا الإطار العام أن لدى المملكة العربية السعودية قيادة تؤمن تماما بالحرية، حرية التعبير كما تحدث الدكتور عبد الله، ولا السعوديين يعني موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون، لكن هناك ضوابط داخل المملكة العربية السعودية، سقف الحرية عالي، لكن هناك ضوابط يعني شرعية أولا، يعني تمس أيضا هناك أمن البلد، أيضا حفظ الحقوق الخاصة للمواطن السعودي أو المقيم حتى. المملكة العربية السعودية حفظت كل ذلك وضمنت للمواطن والمقيم والجميع حرية التعبير. دكتور محمد، التشريع الرباني أسس لنا ذلك وأتى لنا بحد القذف في عملية التجاوز، وليس الجوانب مطلقا أنه هذه الحرية في غير المنضبطة في الرأي وفي إبداء الرأي وفي التأثير على قواعد وعلى نسق وعلى قيم المجتمع ومبادئ وأخلاقياته من خلال هذه الممارسات غير المسؤولة لأشخاص أنفسهم مريضة عدائية مدفوعين استخباريا أو لمصالح أو لدول تدفعهم أو من خلال كما تفضل الدكتور عبد الله من خلال سفارات وأوكار أو غيرها وقنصليات تعمل ضد مصلحة شعب المملكة وقيادتها ودينها وأرضها وكذلك إقليمها. إذن المملكة لابد أن تحفظ كل مثل هذه التجاوزات التي تريد أن تؤثر على الرأي العام الوطني وتحدث الشغب والبلبلة والإساءة في المجتمع والاضطراب الاجتماعي. هذا الاضطراب الاجتماعي خطير، لن يترك كذا، المجتمع لن يقبل بأن كل من أراد أن يتحدث وأن يثير المجتمع وأن يثير الفتنة في وكما في شرعنا الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. إذن نحن ندرك هذه التحديات المحتقة بنا وهذا الخطر الذي يريد أن يضرب أطناب مجتمعنا ونترك كان جمهور متفرج. أنا أعتقد أنه الشعب السعودي يدرك كل ما يحاك له وأن هناك منصات 50,000 عامل في بنايات في مجمعات في إيران كلها تبث تعمل ضد المملكة من خلال مثل هذا التحريض تحريك الرأي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وهذه القنوات التي يملكها أفراد وتملكها دول مع كل أسف، وتؤجج هذا العداء وهذه الفتنة لإثارة العداوات ضد المملكة وضد قيادتها وضد بذلها وعطائها وتوفيرها الأمن والاستقرار والأمان للأماكن المقدسة. إذن نحن من خلال هذه المسالك التي تريد بعض الدول وبعض الجماعات وبعض التنظيمات أن تسلكها وتدخل وتنخر المجتمع السعودي والشعب السعودي، ولي العهد يدرك هذا الخطر ويريد أن يغلق هذا الباب ويغلقه بفهم للمتغيرات، لا أقول المتغيرات المجتمعية الداخلية ولا الإقليمية ولا الدور الذي تلعبه هذه الدول وهذه العصابات المحيطة بنا، ولكن يريد يقول للمجتمع الدولي نحن ندرك ما هي المخاطر وما هي التهديدات والتحديات التي موجهة لهذا الشعب السعودي، وإننا القيادة السعودية تبذل كل الإمكانات التقنية، هذه مراكز تنشأ وهذه مؤسسات تعمل ليل نهار في عملية هذه المواجهة وهذا التصدي لهذه الهجمات التي تريد أن تقنن لأشخاص يريدون أن يتخذون الرأي العام مظلة لعملية التعبير وعملية الخلال بالأمن، عملية خطيرة وهذه الزاوية لن تترك أن عملية التعبير بالرأي وأن هؤلاء من
أساءوا للمملكة من نعم. خلال التعبير عن طيب الرأي، جميل، أنهم يعني لم يكونوا مدفوعين ولم يكونوا لديهم ما أجندات كان يعملون. واضح سمو ولي العهد أن هناك يعني هؤلاء تعاملوا مع جهات استخباراتية من خلال أجندات، يعني منهم من خلال قطر، وحاولوا يعني نعم. مد هذه الجهات الاستخباراتية بمعلومات حساسة عن المملكة. دكتور عبد الله، سؤال ولي العهد أيضا عن العلاقة مع الكويت، زيارة سمو ولي العهد للكويت، على الرغم من أن المنطقة مهمة للمملكة ومهمة أيضا للكويت وفيها إنتاج نفط ضخم جدا، إلا أن المملكة دائما مع البيت الخليجي ولديها طول نفس كبير جدا، لديها تدعم دائما هذا الكيان الذي أسس وبقي وسيبقى إن شاء الله بإذن الله. أولا المملكة صبرت على قطر 20 عام، وهي أيضا في سبيل الوحدة الخليجية وفي سبيل الوحدة العربية وفي سبيل تماسك هذه المنظومة الخليجية الإقليمية اللي ربما هي صامدة اليوم تقريبا في المنطقة العربية وبشكل كبير جدا. أيضا اليوم ما تحكم المملكة العربية السعودية هي أكثر من علاقات جوار، هنا العلاقات ممتدة في التاريخ، لذلك اليوم جميع الخلافات في وجهات النظر حول مسألة حدودية أو غيرها يتم اليوم الحل بالتفاوض. وجود سمو ولي العهد أنا أعتقد أنه كفيل بحل كثير من المشكلات، زيارة سمو ولي العهد جلت كثير من 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 المصاعب والمشكلات، تقاربت وجهات النظر، أصبحت اليوم المنطقة الحدودية أكثر اتضاحا معالمها من ذي قبل. أعتقد أنه خلال الأيام القادمة سيتم التوقيع على ترسيم هذه المنطقة وتقاسمها بشكل يرضي كلا البلدين، فالمملكة العربية السعودية تقدم المصلحة العامة على مصلحتها الشخصية، وهي مرة أخرى تحافظ على هذا الكيان الخليجي من التفتت ومن المشاكل والمخاطر الخارجية. لذلك اليوم المملكة العربية السعودية قدمت كل شيء. لا ننسى المملكة حمت مملكة البحرين، حمت مصر، حمت الكويت، حمت اليمن، أيضا وقفت مع الأردن، تساهم في عودة العراق، تدفع في كل اتجاه لأن تبقى سوريا أدوار بلدا عربيا موحدا. نعم. يعني هذه الأدوار التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في بقعة أخرى من العالم، تتحد دول لكي تقوم بهذه الأدوار، والمملكة العربية السعودية بفضل الله تقوم بكل هذه الأدوار لوحدها. دكتور محمد، سأعود إلى نقطة مهمة جدا لعل المتابع ومن يقرأ بين السطور في تصريح سمو ولي العهد، أن هناك ذكاء في إرسال الرسالة لكل العاملين الدبلوماسيين في المملكة العربية السعودية، وصلتهم رسالة للدبلوماسيين كيف يقومون بعملهم، وما هو هم يعلمون جيدا ما هو المحظور وما هو الجائز في العمل الدبلوماسي، لكن عندما تصلك من رجل دولة هذه الرسائل بأن عليك أن تقوم بهذا العمل، الكنديون تجاوزوا العرف الدبلوماسي فطرد سفيرهم، القطريون استخدموا سفارتهم وجندوا أبناء البلد في محاولة للإضرار بأمن البلد فقطعت العلاقة معهم، هذه رسائل واضحة. وهذا الأصل الذي يجب أن يعمل به، وهو يعمل بالأصل ولي العهد عندما هو يدفع بهذا الاتجاه وينبه عن المغفول عنه. هو لا يريد التهاون، يريد أن هناك وعي دبلوماسي، هذا الوعي الدبلوماسي يقوم بالأعراف الدولية ويتعامل طبقا للقانون الدولي ولا يتجاوز القانون الدولي، ويحفظ كذلك الدبلوماسية السعودية وأن سفاراتها وأقاليمها وأن سفاراتها وقنصلياتها جزء من إقليمها. وهذه الرسائل عندما هو يبعث بها من خلال هذه الإجراءات التي تقوم بها المملكة دبلوماسيا، عندما يتم تجاوز الحدود في التأثير على أمنها القومي، فهذه الإجراءات هي الأصل في التعامل مع القضايا الدبلوماسية التي يراد أن ينفذ من خلالها لزعزعة أمن واستقرار المملكة. وبالتالي هو يقول أن هذا الباب نحن ندرك تماما أن هذا جزء من تهديدنا ويجب أن لا يستقل ولا يستثمر في التأثير على استقرارنا وعلى أمننا، وأن الجوانب الدبلوماسية محفوظة والقيمة الدبلوماسية محل تقدير ومحل احترام بين الدول، وأن المملكة في مقدمة هذه الدول التي وقعت على كل القوانين والاتفاقيات وتعمل طبقا للعرف الدولية في هذا الاتجاه، ولكنها مقابل هذا لن تتهاور ولن تترك هذه ثقرة يمكن النفوذ إلى أمنها وزعزعة استقرارها من خلالها، وأن على الدبلوماسيون السعوديون أن يعوا هذه الرسالة ويتعاملوا مع المواقف بمقدار هذا الوعي وبهذه الأسلوب. ولعل لدينا وزير خارجية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لديه من الأدوات ولديه من الإمكانات ولديه من اللباقة والقدرة على توجيه الرسالة الدبلوماسية السعودية توجيه يناسب تحديات المرحلة. يعني أستغل هذه النقطة وبما نربط الحديث ببعض، الدكتور عبد الله
الآن سمو ولي العهد أوضح للدبلوماسيين بشكل مباشر أو غير مباشر هذه الأعراف التي يجب أن يلتزمون بها. عندما سئل ولي العهد عن أحد الرعايا السعوديين الذي اختفى في إحدى الدول أجاب بكل ثقة. أنا في اعتقادي هذا ممكن يربط بنفس دعوة سمو ولي العهد. أنا لدي ثقة في الدبلوماسية السعودية والعاملين في السفارات السعودية أنهم ملتزمون بالقانون الدولي. هذا أولا. ورسالة ثانية، عندما دعا سمو ولي العهد الصحفيين بزيارة المدعي العام هنا ثقة كبيرة جدا في سلامة الإجراءات. أيضا مرة أخرى بالرغم من أن السفارة تعتبر جزء سيادي للبلد إلا أنه قال سنفتح أبوابنا لتلك الدولة أو لغيرها، ليس ضعفا ولكن من تلقاء أنفسنا وتعاونا، وهذا تأكيدا على سلامة موقف المملكة العربية السعودية وردا على من يحاول أن يصطاد في الماء العكر وردا على الأبواق الإعلامية الناعقة. طيب دكتور محمد، ختاما كيف يمكن أن توجز لنا باختصار حديث سمو ولي العهد وما يعني نتج عن هذا الحوار من رؤية عامة سواء على الصعيد الداخلي والخارجي في نصف دقيقة إذا سمحت؟ حديثا شاملا ومؤثرا وحديثا مرنا استطاع أن ينفذ من خلاله إلى الوكالات العالمية وتتناقله وسائل الإعلام والفضائيات والصحافة الغربية والعربية والإسلامية، ومرر من خلاله رسائل الشعب السعودي ينتظر لإيضاحها منذ فترة، واستطاع أن يوجز في فقرات موجزة لإيضاح موقف المملكة من خلال أمنها ومن خلال أنها لن تدفع وأنها تشتري بمالها وأنها تتعامل مع الدول الأخرى طبقا لمصالح المملكة، وأن المملكة مقدمة في التعامل في القضايا الدولية. في 10 ثواني دكتور. في 10 ثواني أسجل اعتزازي وفخري بهذا الوطن وبقيادته أولا. رسائل ليست للولايات المتحدة بل لجميع دول العالم كيف يجب التعامل مع المملكة العربية السعودية ومن هي المملكة العربية السعودية. نعم دكتور محمد الفايدي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك دكتور. دكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور. الشكر والتقدير لكم أنتم مشاهدينا الكرام على كريم وطيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج مع الحدث والتي جاءتكم على الهواء عبر شاشة قناة السعودية. في أمان الله.